صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان الصحيح يتحقق بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من ربه. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول الآية. إذا من يطع الرسول فيما أمر ونهى، والرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن، ومهمته أن يبلغ القرآن. والمهمة الثانية فبلغه عليه الصلاة والسلام على أتم وجه، وضبط القرآن وحفظ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ودون. وأيضا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم السنة، وهي وحي من الله. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية التي يقولها، والعملية الأعمال يعني، هي تفسير للقرآن. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يعني أعماله تفسر القرآن تفسير عملي. فالله هنا يقول لنا: من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ أمر الله تعالى، فإذا أطاع الله الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى أي أدبر وانصرف عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، فما أرسلناك يا محمد عليهم حفيظا. ليست مهمتك أن تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، لا، سوف ينتقلون إلى الله، ولا بد لكل نفس أن تنتقل إلى الله. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا تولى عنك يا محمد بعض الناس وانصرفوا عن طاعتك فيما أنزل عليك من ربك، فلست أنت حفيظ تتولى حفظ أعمالهم، لأنك لست متوليا لحسابهم في الآخرة، إنما حسابهم على الله، فلا تشغل نفسك. ويقولون هنا الآية تبين وضع المنافقين الذين يظنون أنفسهم فالحين، وبيحكوا كلام جيد، وبيستطيعوا يرضوا المخلوق. والمؤمن يريد أن يرضي الله، قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فالمنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تنزل الآيات: طاعة، أي أمرنا طاعة، سنطيعك. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك يا محمد، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني دبروا واجتمعوا ورتبوا في أنفسهم أو في واقعهم أمرا غير الذي تقوله مما أمر الله به في القرآن وفي السنة. وأمثال هؤلاء نراهم كثيرا. عندما نكلم الناس فنقول: نحن نجمع الناس من أجل الدعوة إلى الله فقط، فيسكت، ثم بعد ذلك يقول: إيه بدك تساوي دين؟ طيب يعني أنا واضح كلامي، ما أنا بدي أساوي دين، أنا أطلب من كل مخلوق أن يطيع خالقه لا أن يطيعني، سميه دين سميه ما شئت. ولكنهم يبيتون غير الذي تقول، كما قال الله تعالى: والله يكتب ما يبيتون، يعني يسجل عليهم تصرفاتهم التي يتصرفونها عندما يخرجون من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا من تدعو إلى الله بعد محمد. فأعرض عنهم، لا تعاقبهم، هذا في أول الأمر قبل إيجاد وجود الدولة الإسلامية. فأعرض عنهم ولا تحدث نفسك بالانتقام منهم، لأن الله هو الذي سينتقم منهم في الدنيا والآخرة. وكفى بالله وكيلا، توكل على الله، ومن كان الله وكيله
فإن النصر آتيه لا محالة، وسيستقر أمر الحق رغم أنف من كره الحق من المنافقين، لأن الله يقول عنهم ذلك المنافقين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. صدق الله العظيم.